تربيت على واحد الفن طرافي ومغربي اصيل، يعني تربيت على واحد الجو اللي ما يمكنش يخرج منه، وديما الناس كيبقاو يشوفوا فيا داك الصوره ديال الفنان المغربي الاصيل، ولا شي حاجه كنتشرف بها بزاف. يعني اي خطوه خصني ندير خصني نحسب لها الف حساب. انا كيجوني اعمال وما كناخذهمش، واعمال نجحوا بهم ناس خوين، ولكن انا ما يمكنش نغنيهم. عندي واحد التوجه كنتمنى ان شاء الله بهذاك الشيء اللي عندي هو اللي باش ننجح ونبقى محافظ على الاسم ديالي. يكفي ان الناس كلهم كيقولوا فيا كلام جميل وكيشكروني اخلاقيا وفنيا، هذا في حد ذاته وسام على صدري. كنتمنى نبقى في هذه الطريقه هذه، وكنتمنى ان شاء الله الاعمال الجايه تلقى وتحطني في المكانه اللي كنستاهل ونستحق. واخويا واش نقول لك، انا نورمالمون ما كنشوفش كاع الفن في المغرب، ما بقاش الفن، لانه هذه عامين هذا الدومين هو الوحيد اللي ما خداش الحق ديالو، حتى واحد ما كيتكلم عليه، حتى واحد ما دافع عليه. علاش؟ لان كل كيلغي بالغاء. عندنا بزاف الناس، عندنا بزاف النقابات، كاين الناس اللي في النقابات اللي خدامين، كاين الناس اللي معندهم جهه حتى هما، الله يحسن العوان. يعني كنتمنى ان المشكل ديالنا مشكل فينا من غير الكوفيد، الكوفيد غير على الواقع ديالنا. المشكل ديالنا ما موحدينش، ما كنتكلموش بصفه جماعيه، ما كنتكلموش على حقنا كناس مجموعين. عندنا بزاف التفريقه، عندنا كل كيلغي بالغاء، عندنا حاربين حاربك، هذا الشيء كنا خصنا نتجاوزوه. هذه المناسبه باش نديروا يد في اليد وكنا نزيدوا بالفن المغربي القدام. شوف انا ما كنعرفش محاربه شخصيه، انا ما كنتكلمش علاش، لان لي مكتب لي مكتب غتوصل ليه، ولي مكتب غدي، واخا يكون لي بغى يكون كما كانت الامور كما كانت، هذه راه لي مكتب لي غادي يديها. ولكن انا كنقول الحرب، الحرب يعني الحرب الوهميه اللي كيدير خلقوها بعض الناس باش يحركوا الاسم ديالهم ويديروا الاسم ديالهم فنيا، وهذا هو هذا الشيء مع الاسف. والناس كتمشي والناس كتقلب على الفضائح، وهذا هذا شي حاجه ما كتخدمش الفن ديالنا. يعني ما نقدرش نعطيك حتى شي اسم، لان ولا عطيتك اسم غنسى واحد ولا جوج غنسى ثلاثه، لا هما كاين بزاف الاصوات، كاين بزاف. انا النصيحه اللي غنقول، اللي كيامن بشي حاجه وكيتيق فيها ومرتاح ليها يتوكل على الله ويبقى غادي في المسار ديالو. الطرابي ديما عنده ناس وديما كيبقى عايش، ولا الشبابي راه كيكون شبابي ولكن في السوق راه فيه طاقه صوتيه وفيه اداء صوتي وفيه اداء لحني وفيه كلمات في المستوى. يعني راه الفن ما عندوش واحد الحدود، الفن بحر، يمكن لانسان يقدم اغنيه شبابيه وفي نفس الوقت راه طرابيه تسمع وتقول الله.